خلينا اوريكم كورت يارد دبي في دقيقة واحدة. كورت يارد المكان اللي مش واخد حقه سياحيا في دبي، واللي برغم مساحته الصغيرة ووجوده في منطقة صناعية كبيرة زي منطقة الكوز، لكنه قادر يفصلك عن دبي وينقلك لأجواء مختلفة يغلب عليها الطابع الأوروبي. ده من خلال شكل المباني ذات الطراز الأوروبي بألوانها المختلفة، واللي بيحيط بيها الزرع والورود والأشجار في جميع أنحاء المكان. ده غير الأعمال الفنية والتماثيل والتفاصيل الكتيرة اللي قادرة تلفت نظرك باستمرار لكل ركن من أركان المكان.